بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في نهج البلاغة قوله عليه السلام في ذكر بعض صفات المتقين: فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. يعني المتقون حصلوا على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأهل الدنيا الذين هم يطلبون الدنيا كانت لهم دنيا مشوبة بالمشكلات ولم تكن لهم آخرة. السعادة في ما تكون، الإنسان السعيد من هو؟ الرجل السعيد، المرأة السعيدة من هو ومن هي؟ عمدة السعادة راحة النفس، راحة الضمير، راحة الروح. لنفرض أن شخصين أحدهما له مال كثير ولكنه قلق مضطرب، لا يهدأ في الليل بنوم في راحة ولا يهدأ في النهار بطمأنينة. له أموال كثيرة لكن لا طمأنينة له، هذا سعيد؟ المال ليس رمزا للسعادة. ممكن أن يكون هناك فقير ولكنه سعيد لأنه يعيش راحة النفس، يعيش راحة الروح، يعيش الطمأنينة. عندما ينام ينام براحة، وإن كان لا يملك الكثير من مال الدنيا بل ربما لا يملك القليل من مال الدنيا. المال ليس رمزا للسعادة، العلم ليس رمزا للسعادة، الشخصية ليست رمزا للسعادة، سلامة البدن ليست رمزا للسعادة. ممكن أن تكون هذه الأمور جزءا من أجزاء شيء من السعادة، أما السعادة ليست هذه الأمور. ممكن أن يكون هناك رجل شخص له شخصية معروفة عند الناس وله مال كثير وله علم جيد ويتمتع بسلامة البدن
أما عندما يكون الليل لا ينام براحة، عندما يعيش في الناس نفسه قلقة مضطربة. رمز السعادة في التقوى. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذكر في هذا الكلام له وفي هذه الموعظة عن المتقين: فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، يعني المتقون يعيشون في الدنيا مثل ما يعيش أهل الدنيا. وفي بعض الكلمات الأخرى للمعصومين عليهم الصلاة والسلام: العيشة عيشة المتقين لا عيشة غير المتقين. ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، الفراعنة، الأكاسرة، الحكام، الظالمون، أصحاب الأموال الكثيرة، أصحاب الشخصيات الكبيرة، هؤلاء ليست لهم آخرة، آخرتهم عذاب. المتقون آخرتهم نعيم، دنياهم أيضا نعيم. المال يفسد السعادة غالبا ولا يحصل السعادة. ممكن بالمال الإنسان يحصل بعض السعادة، أما ليس المال رمز. ممكن بالعلم الإنسان يحصل على بعض السعادة، أما العلم ليس رمزا لذلك. السعادة للمتقين. المتقين ماذا عنده؟ المتقي من أهم ما عنده الرضا بما قسم الله تعالى له. الرضا رمز السعادة. الإنسان بنسبة الرضاه بما قسم الله له، بهذه النسبة له سعادة. 50% عنده رضا بما قسم الله له، 50% سعادة عنده. أكثر أكثر، أقل أقل. ولذا إذا يتصفح الإنسان قائمة السجون الجنائية، مو السجون اللي الظالمون يسجنون المؤمنين والمتقين، لا، الذين يدخلون السجون بالجنايات لا يجد واحدا من المتقين في هؤلاء. إذا الإنسان يتصفح قائمة الذين تتحطم أعصابهم فيخضعون للمعالجات العصبية في المستشفيات العصبية في دور المجانين، يجد واحدا من المتقين؟ المتقي اللي مو لفظ المتقي له، لا، واقع التقوى عنده، لا يجد الإنسان واحدا من المتقين في قائمة الذين يخضعون للأمراض العصبية الشديدة. المتقي ليس بشر، المتقي ليس له أحاسيس، المتقي ليس له حب وبغض، المتقي ليس له آلام. ليش؟ أما هذه الآلام، هذه المشكلات لا تصل به إلى حد يفقد أعصابه أو أقل من غيره يصل إلى هذا الحد، هذه السعادة. كذلك لو الإنسان يتصفح قائمة الانتحارات
في قائمة الانتحارات يجد الإنسان حكام، يجد الإنسان أصحاب الأموال، يجد الإنسان بعض من لهم بعض العلوم غير علوم التي تصل إلى التقوى، علوم الدنيا، العلوم اللي يحصل بها الشخص الأموال والمناصب والكراسي. قائمة الانتحارات فيها هذه النماذج. المتقي هل يقدم على الانتحار؟ لا، ليس المتقي له مشكلات، أما المشكلات لا تصل به إلى حد، إلى طريق مسدود، إلى حد يعرض نفسه للموت، يعني يدفع بنفسه إلى الموت بنفسه وبيده. كم لهذه التقوى من قيمة؟ فشاركوا المتقون أهل الدنيا في دنياهم. أهل الدنيا يعيشون، يأكلون، يتزوجون، يتلذذون. المتقون أيضا لهم هذه الأمور، وأهل الدنيا لا آخرة لهم، بل أهل الدنيا لا لذة لهم في الدنيا مثل ما للمتقين. قبل فترة سمعت بأن شابا أصيب بالسكتة القلبية ومات. بعد مضي أشهر رأيت أحد أقرباء ذلك الشاب، سألته عنه، ماذا كان فيه؟ لماذا أصيب بالموت الفجأة بالسكتة؟ ذلك القريب نقل لي هذه القصة. قال هذا الشخص، هذا الشاب، كان بينه وبين شخص آخر خلاف في مال، وذكر وجه الخلاف شنو كان، المشكلة شنو كان. قال كلاهما كانا واقفين ويتكلمان حول هذا الخلاف في المال. إذا أكو تقوى، التقوى من الوقاية، يقي الإنسان من الخوض فيما يؤدي به إلى الموت، فيما لا يسوى لأجل جزء من مال الدنيا. قال هذان وقفا وكل يصيح في وجه الآخر لأجل مال الدنيا. فد مرة هذا الشاب كان خلفه كرسي، فجلس على الكرسي وسقط ومات. المتقي لا يصيبه لأجل مال الدنيا هذا الشيء، هذا لم يحصل على المال وفقد حياته أيضا، وفي الآخرة ماذا يكون؟ العلم عند الله. أغلى ما في التقوى، أهم ما في التقوى، الاستهانة بالدنيا، يعني اعتبار الدنيا أمرا هينا. مال الدنيا، شخصية الدنيا، كرسي الدنيا. ولذا عندما تكون هناك في البلاد مشكلات وهزات اقتصادية، صعود نزول، مشكلات سياسية، صعود نزول، الإنسان يسمع بأن بعضا يبتلى بالسكتة، بعضا يبتلى بالأمراض العصبية، بعض يبتلى بالجنون، أما المتقي لا يبتلى.
شخص أيضا، أنا في سابق الزمان حضرت الشيعة، وسألت عن سبب موته بين ما كان يتكلم وبين موته دقائق كانت. نقل بعض أقربائه أنه كانت عنده أرض وأراد أن يبيعها وباعها، باع الأرض وتسلم المال، والمال كان مالا جيدا. فرآه أحد من يعرفه، قال له: ماذا صنعت بالأرض؟ قال: بعتها. قال: بكم بعتها؟ قال: بكذا مبلغ. ذلك الشخص هل صحيح أو غير صحيح، يعني صادقا أم غير صادق، قال له: لماذا لم تقل لي؟ قال: خب إن كنت قلت لك ماذا كنت تصنع؟ ذكر له: أني كنت أشتري منك هذه الأرض بضعف هذا المال. نقل أن هذا الشخص لما سمع هذا الكلام سكت وذهب إلى البيت ونقل لي من كان عنده وقت موته، سقط ومات كمدا وحزنا على أنه مع أن المال الذي باع الأرض بذلك المال مال جيد كان، أما الخسارة أيضا خسارة كبيرة كانت. هذه سعادة، هذا المال أوجب له السعادة أو أوجب له الشقاء. هذا المال عندما تقوى منعدمة أو ضعيفة، هذا الذي يتصور الإنسان أنه يسعد هذا يشقي الإنسان، يكون سبب لشقاء الإنسان. ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون غير مكترث بأمور الدنيا، لا، ولكن لا يبيع حياته لشيء من حطام الدنيا. الدنيا لحياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، هذا يعطي حياته بشيء ينبغي أن يكون ذلك الشيء سببا لحياة الإنسان وسببا لفقد حياته. والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة. ولذا من الجيد، من اللازم، من الحتم على الإنسان أن الشيء الذي يوفر للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة أن الإنسان يتمسك بذلك الشيء، وذلك الشيء ليس إلا التقوى. الإنسان الذي له تقوى بنسبة تقوى يكون سعيدا. ولذا المتقي الذي له نسبة رفيعة من التقوى إذا فقد ما تعب عليه عشرات السنوات فقد مرة واحدة يتألم يحزن، أما بحد لا يصيبه تلف حياته من هذا الأمر، بخلاف غير المتقي اللي بأدنى شيء يفقد دينه، يفقد إيمانه، يفقد حتى دنياه، يفقد آخرته. المال الشخص لماذا يريده؟ للسعادة، الكرسي، الحكم، الشخصية،
العلم، صحة البدن، سلامة البدن. لماذا يريد الإنسان هذه الأمور؟ ليوفر عليه السعادة. هذه الأمور تسلب الإنسان السعادة إذا لم يكن متقيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبصيرة التقوى ولتحصيل التقوى بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.